صديقاتي عائلتي، السلام عليكم كاملين. الناس ديال فاس، الناس ديال ستارت، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. تكون اموركم مزيانه، تكونوا فرحانين ناشطين، تكونوا كدوزوا العطله ديالكم بخير، تكونوا كدوزوا الكونجي ديالكم زوين. الناس اللي باقي ما خرجوش كونجي، كنتمنى الكونجي ديالكم يدوز زوين وتفرحوا وتدوزوا وقيته زوينه ان شاء الله. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اخيرا جبت لكم الفلوق ديال العرس، اخيرا جبت لكم الفلوق ديال العرس. جيت نشارك معكم العرس ديال كريم خويا. كريم خويا هو خويا الصغير، هو كريم اختي، هما متوام. درنا لي الخطبه العام اللي فات في شهر 11، ما عقبش شهر 12 ولا شهر 11. كنت شاركت معكم الخطبه، كنت شاركت معكم التحضيرات ديال العرس، شاركت معكم كل شيء. ودابا جا فين غنشارك معكم العرس. هذا الجزء الاول ديال العرس، هذا النهار ديال العرس، شنو درنا في النهار ديال العرس وشنو وكيفاش داز النهار ديال العرس وطريقنا اللي غادي للقاعه. المهم كلشي غادي تشوفوه. في الاول ديال الفيديو شفتوني انا اللي كنحسن المعاد، انا اللي كنحسن راجلي، انا اللي كنحسن لي شعره. المهم غير بديتها صافي، ودابا وقت شي 4 سنين وانا اللي كنحسن لي شعره. المهم كنحسن لي، كندير التحسينه اللي بغا. وحنايا هنايا كنوجدوا في ريوسنا، ما مشيناش عند كوفوره، كنا غادي نمشي عند كوفوره، ولكن قررنا باش نديروا الماكياج ديالنا بوحدنا حيت ما بقاش عندنا اصلا الوقت، وغادي نضيعوا غير الوقت بزاف، وكان خاصنا نمشيو بكري شي شويه للقاعه. صافي قررنا باش غير حنايا بوحدنا نقادو ريوسنا بريوسنا. ما نقولش لكم هذاك الماكياج شحال من مره حنا كنمسحوه وكنعاودوه. المهم غير درنا ريوسنا التماره وصافي. وعاد كانوا العيالات في العائله ديالنا كيوجدوا الدجاج وكيوجدوا داكشي على حساب الغد الفطور، حيت هذاك النهار كيكون العرس والغد كيديروا الفطور ديال العرسان. غادي نشارككم معكم حتى هو كيفاش كيدوز. كيدوز واعر واعر واعر، كيجيبوا فيه العروس، العائله ديال العروسه كيجيبوا الكابوات اللي جاوها في العرس ديالها، وكتجي العروسه كيجيو عائلتها يشوفوها. المهم كلشي غادي نشارككم معكم في هذا الفلوق، غادي يعجبكم هذا الفلوق بزاف. كنتمنى اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي دابا يضغطوا على زر الاشتراك، وما ينساوش حتى زر اللايك، وما تنساوش حتى التعليق، شي تعليق اللي يكون محفز. وما تنساوش حتى تشاركوا هذا الفيديو مع عائلتكم، ومرحبا بكم في العرس ديال خويا، ومرحبا بكم حتى في الجزء الثاني ديال العرس اللي غادي يكون مورا هذا الفيديو، ومرحبا بكم حتى في الفطور ديال العرسان، شنو كنديروا في الصباح ديال العرسان. المهم بزاف 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 مازال ما يتشاف، خليكم معايا في الفيديو. Thank you.
مطي يا فرخ. فيديو تبانو فيديو واه واخا نصور يا فرخ. هذه الحنة، هذا الورد، هذا الحنجات، سوتيانات، بطاطا مكياج، هذه تكشيطة، هذا القران، هذا ساك وسباقو، Thank you.
هذا ندير. لا الكوفي راهي تصحش. انت شحال ديال الطوموبيل واش تربو في الباعه عيد العرس هذا عرس مش عيد العرس هذا ماشي عرس عاوديها العرس انت تخرج من المدينه عاد عمر القاعة قاعة كانت بعيدة شي شوية على الدار خارجة شي شوية على الطاس كاينة في الطريق ولا تعيد ولا في طريق جديدة المهم الناس اللي كيعرفوا الناس ديال الطاس غادي يعرفوا فين كاينة كيقولوا لها القاعة ديال طريق ولا تعيد هي مركب سياحي في نص سوق القاعة في نص سوق فيها حتى البيسين وداكشي المهم هي مخلط فيها كل شيء قاعة زوينة بزاف قاعة كبيرة 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 بزاف جاو كل شيء العائلة كل شيء كل شيء جاو كل شيء واحد السيده خلات لي تعليق في الفيديو الاخر قالت لي حنا ما عرفتوش علينا ما عرفتش انا يا شكون ما عرفتش شكون ولكن كان كل شيء معروض كان تقريبا كل شيء كل شيء كل شيء العائله وحنا عندنا عائلتنا كبيره في طاس عائلتي كلها تقريبا كاينه 90% ديال العائله ديالي كلها كاينه في طاس تقريبا جاوا الناس بزاف ودوزنا لقيته زوينه بزاف وراكم شفتوا في الدخله ديال الباب فاش دينا الدفوع كيمشيو العائله كلهم حتى للدار عندنا باش كنخرجوا الدفوع كنخرجوا بهذوك الدقيقيه هذوك الدقيقيه واعرين واعرين بزاف مازالين غادي تشوفوهم في العرس ومازالين غادي ينشطوكم معنا في العرس اوراني اختي شمال شمال رابط جيتي غزاله بحال عروسه
اليوم اليوم. كريم كريم طالع القاع. انوار يلا قبيله قال لي لا مقش.